في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يوما احتفاليا بحضور ممثلين عن أفراد الجالية. وتميز هذا اللقاء الذي احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط بإعطاء الانطلاقة الرسمية لبوابة إلكترونية مشتركة مع أربعة أبناك مغربية لتقريب المعلومة من مغاربة العالم بخصوص عروض الخدمات البنكية الموجهة لهم. هذه بوابة إلكترونية اللي بصراحة هي إلى عندها واحد القيمة مضافة أساسية، هي تقريب الخدمة من مغاربة العالم. ملي كتفتح واحد البوابة كنتي في أستراليا ولا كنتي في الكاميرون، كتفتحها في نفس الوقت وكتقارن بين المؤسسات البنكية بالنسبة للتكلفة، بالنسبة للوقت، بالنسبة لتنويع الخدمات. وتميزت هذه المناسبة أيضا بالتوقيع على اتفاقيات تعاون بين الوزارة وعدد من المؤسسات الوطنية، فضلا عن تنظيم أبواب مفتوحة تضم أروقة للمؤسسات الخاصة والعمومية لعرض أنشطتها وخدماتها الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.